السلام عليكم جايز، هاوز جوينج؟ ويلكم ان انجلش كابين. النهارده هنتكلم عن موضوع في غايه الاهميه. موضوع النهارده هو ليه لازم تتعلم انجليزي. بعض الناس بيتعلم انجليزي عشان بيحب يشات مع بنت اجنبيه على النت. تلاقي واحد تاني بيتعلم انجليزي عشان بيحب يفهم المسلسلات والافلام الاجنبيه. واحد تاني عايز يتعلم انجليزي عشان بيحب يسمع الاغاني الاجنبيه. واحد تاني بيتعلم انجليزي عشان بيحب يستعرض باللغة أمام الأقارب والمعارف. لكن الأهداف الحقيقية اللي ينبغي إنك تتعلم الإنجليزي من أجلها هي اللي إحنا هنتكلم فيه النهاردة. ليه لازم تتعلم إنجليزي؟ لازم تتعلم إنجليزي لأن اللغة الإنجليزية أصبحت لغة التواصل مع العالم. علشان تفهم لغات البرمجة، عشان تتعلم كمبيوتر، لازم يكون معاك لغة إنجليزية. عشان تقدر تقدم على المنح والدورات العالمية في أكبر الجامعات الدولية لازم يكون معاك لغة إنجليزية. لازم تكون حاصل على شهادة الآيلتس أو شهادة توايفل عشان تقدر تقدم في الجامعات الدولية وتاخد منح دراسية هتفرق كتير في مستقبلك. ولو أنت من هواة السفر والسياحة في أي مكان في العالم لازم يكون معاك لغة إنجليزية لأنها لغة التواصل في أغلب دول العالم. لازم تتعلم الإنجليزية عشان تحول مهاراتك وقدراتك للعالمية. لو انت موهوب في اي مجال، عندك موهبة معينة عشان تبرزها للعالم او تخرجها للعالمية، لازم تكون دارس اللغة الانجليزية. كمان من الاسباب اللي هتدفعك لتعلم اللغة الانجليزية ان لغة الانترنت ولغة العالم ولغة العلم، لغة المعرفة عبر شبكات الانترنت اغلبها باللغة الانجليزية. فايه اللي يمنعك انك تبحث باللغة الانجليزية، انك تصل لمصادر المعرفة العالمية؟ حتى لو انت بتمتهن اي مهنة، المهنة دي عشان تطور فيها، عشان تتعلم جديد لازم تطلع على ما في العالم من جديد، يبقى لازم تتعلم اللغة الانجليزية. كمان من الاسباب اللي هتدفعك لتعلم اللغة الانجليزية ان اي امة بتسعى عشان يكون لها مكان في المستقبل لازم تمتلك ادوات المعرفة. لازم تبدأ من حيث انتهى الاخرين. فلا بد ان نمتلك اقصى ما وصلوا اليه، ولن يكون هذا الا بامتلاك اللغه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.